هو الحب ده بتاع ربنا يا سيدي، مش هو اللي خلق القلوب يقلبه كيف يشاء؟ لا يا عم رب، وانا لو قعدت معاك في الحديد ده مش هنخلصه للصبح، وانا لسه ورايا اشغال، وانت راجع تعبان من السفر من المحنه اللي كنت فيها. الحمد لله. ربنا يجعل مسواها الجنة. امين يا رب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اذنك. اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا ابو العيلة؟ تفضل، شرفت. انا عرفت ان الوالدة توفت، ربنا يرحمها. امين يا رب. قلت اجي اخد بخاطرك. تسلم، شكرا. تفضل يا زلمة. تفضل. طيب اجي لك في وقت تاني. وقت تاني ليه يا عاد؟ ده وقته ده. كاني ما شفناكش عندنا في البيت. تاجي تطمن على سيدك جمعة. ده البلد كلها اطمنت عليه. لا، أنا اطمنت. وعرفت إن العيار اللي صابه ما قتلهوش. ده حكم اللي صوب عليه غشيم. قول لي يا أبو العلي، مخزن ولدي جمعة قريب من بيتكم، مش كده؟ أيوة صح. بس أنا وأخوي كنا نايمين، صحينا على صريخ الناس على الحريقي. وبعديه طلعنا أنا وأخوي، شفنا جمعة بيرمح بفرسه. زين. فات من حدانا قوام، وبعدها صاب الطلق. لازم شفت اللي صوب عليه. الدنيا كانت عتمة، ما بانش من بعيد ولا حتى خياله. شفت خياله قدام الترعة، وراح رامح قوام. رامح ناحية الجبل؟ رامح ناحية البر الغربي. يعني ناحية نجع نجاتي. ما خبرش. طب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. خليك يا عبد رب مع ضيفك، أنا عارف طريقي زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أبو العلا. تفضل. يا رب، يا خالق الخلايا وموزع الأرزاق، يا رب لك لخاطر حبيبك النبي اللي فرقت كربه من فوق سبع سماوات تفرق كرب عبدتك زبيدة. يا رب لك لحبيبك النبي، أنا ماليش حد في الدنيا غيرك ألجأ له وأترجاه. يا رب عشان خاطر مقام ستنا الحسين وستنا نفيسة وستنا زينب وستنا مريم، تحرس حسن ابن زبيدة اللي ملوش ذنب في الدنيا أبدا يا رب إلا أنه نزل من بطني. يا رب لأجل خاطر الأنبياء والمرسلين، ولأجل خاطر أوليائك الصالحين، أكبر بخاطري يا رب وبخاطر ابني. يا رب افرق كربي يا رب يا أرحم الراحمين، اقبل دعايا يا رب، أنا ماليش غيرك في الدنيا. يا رب يا رحيم يا رب ارحمني يا رب. يا واد علاني، قبل لو واد خليتك هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه؟ انا هوريك هعمل فيك ايه. اسم الله عليك، اسم الله عليك، محاسف ربنا يا ولدي، محاسف ربنا يا ولدي، اسم الله عليك. تسلم يدك يا ولدي. شرف النور يا حضرة العمدة. شرف مقدارك. الحمد لله على السلامة يا فندي، تو عرفت بمجيتك. الله يسلم حضرتك، يعني بجد مجيتك وسؤالك حاجة كبيرة. واه، هنروح لأعز منك. سيدنا لسه جايين بمجيتك، واللي حصل لك البقاء لله يا ولدي. خابر انت، أنا قلبي كان حاسس إنه ورا غيابك ده حاجة عفشة. مفيش حاجة عفشة ولا حاجة، يعني الموت علينا حق. وبعدين والدتي كانت ست طيبة الحمد لله، وإن شاء الله في الجنة يا رب. أنا شاكر جدا إن حضرتك يعني ما نفذتش القانون وما رفدتنيش في غيابي. قانون سيدنا إنه هو اللي ماشي، ما أنت داري بالحكاية دي. Thank you.
انت مين يا حبيبي انت وهو؟ تلعب معايا ماي. ماي؟ هو انت ولدي يا انت نسيت اسمه ليه؟ ها؟ لا كيف؟ انا فاكره ها؟ انت حسن صح؟ انا حسن. انت نسيتين احنا الجوز؟ واه صح يا حسن؟ انت كمان ولدي؟ ولا انا ما عارفهاش انا مالي بس؟ وانا كمان حسن. تعال العب امي. تعال يا حسن تعال انت وهو انا هلعب معاك اهو. تعالوا تعالوا انا ما صدقت لقيتكم. حسن حسن انت يا واد انت وهو. ايه يا نجاة خلعت العيال؟ العيال دول ولاد مين يا عمي؟ انت مالك الليله دي يا بنتي؟ العيال دول مين يا عمي؟ عيالك يا بنتي؟ عيالي؟ جبتهم ميتة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. روحي يا بنتي روحي روحي الله يرضى عنيكي. ده رضي عني ميتة ورزقني بيه النهارده. النهارده؟ كيف يعني؟ طب انا هقولك. ها قول. ده حسن ده حسن. التنين حسن؟ ايوه يا نجاة. ومرضيتيش اسمي واحد منيهم فضلون، وانا مرضيتش ازعلك عشان اللي حصل. حسن 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 يا دنيا يا حبيبي قوم يا حسن قوم يا حبيبي توحشتك قوي. ام صحتني الليل لسه عايز انام شويه والصبح طلع. لا يا حبيبي الشمس لسه ما طلعتش. امال صحتني ليه؟ عشان امك نفسها هتاخدك في حضنها يا قلب امك. هي امي جت؟ ايوه يا حسن امك جت. امال هي ما جتش هنا ليه؟ انا ها انا امك يا حسن. انتي؟ ايوه يا دنايا. انتي مش امي، انتي زي امي، امي زبيده. بقيت ليه بعدك يا حسن؟ يعني انا مش امك؟ انا بحبك زي امي عشان انتي حلوه وكويسه وبتطبطبي عليا وبتاكليني زي امك. ماشي وانا ما عاوزاش اكتر من كده. قدر ربنا يديني اللي زيك ويحبني عشان انا امه ويكون وبطني. قادر يا رب. ايوه يا اخوي انا زبيده بنت خالتها. ربنا ما يوقعك في ضيقه يا رب. حاضر حاضر يا اخوي هستناك. بس وحياه النبي ما تعوقش عليا احسن بكلم من الشارع. الجميل ماله بس؟ افتح لك ازوزه عشان تروق دمك شويه. لا يا اخويا متشكرين. طيب ما تزقيش كده. انا كان قصدي بس اسليكي شويه على ما الجماعه يردوا عليكي. يوه والنبي ما تخليك في حالك يا عم. اقول لك انا ساكن تراخر. حاضر. دي الو. ايوه يا عواطف انا زبيده. وربنا البعبود انت كمان وحشاني قوي. معلش مش هعيشني عنك الا شديد القوي يا اختي. ها لا ما انت عارفه ان انا ما اقدرش اخطي الحاره دلوقتي. لا يا حبيبتي ما تقلقيش عليا. المهم طمنيني انت عليكي عامله ايه. اللي هيحرقوا الكلب ابن الكلب ده جميل قوي بس لسانه طويل. ها؟ لا 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 مفيش حد. أصلي بتكلم من دكانة في الشارع. حسن الحمد لله حسن في مكان أمان دلوقتي. النبي عواطف ما أنا عارفة هعمل إيه دلوقتي بس ما تقلقيش أنت حبيبتي عليا.
المهم بقول لك ايه، بس لما انت بقى دلوقتي هبقى اكلمك بعدين عشان اطمن عليك. يلا سلام. ما تخليها علينا المره دي يا قمر. والنبي تتوكس بلاوي. ابقى اسال علينا وما تعوقش يا جميل. على مهلك يا اختي يا بنيتي، على مهلك. ايه ايوه استريحي. نفسي طمه يا بخيته وما طايقهاش روحي وعاوز استنطق. دي بشاير السعد والهنا يا ست. تقصد ايه يا ولي؟ كان فضلون الصغير يا بنيتي. صح يا بخيته. ايه جرى ايه يا حلاوتهم مشاي علي ليه؟ البشاره يا سي جمعه. الف مبروك يا ابو فضلون. اه صح الحديد ده يا غاليه. كان صح يا سي جمعه. يا بوي اتربى في عزك. هروح ابشر يا بوي. بقول لك لو لي حداك خاطر خلينا انا اللي ابشر سيدنا. بشرتك حدايا وش السعد. يا بوي جمعة. ابوي ابوي باه انا اللي هقول لسيدنا زي ما قلت لي. بارك لي يا بوي بارك لي. ايه حاجة جد يا بوي. هتبقى جد كيف يا واد؟ انت يا سيدني جمعة ربنا كرم مرته. صح يا واد انا اللي حاجة جد. الف مبروك يا واد يا جمعة. الف مبروك يا مجويش. مجويش تعال بارك لسيدك جمعة. مرته ربنا كرمها عقبال بنتك. مبارك مبارك مجالك يا سي جمعة. اسمع يا مجويش تجري دلوك على السريبة وما يبيتش بيت في النجع كله من غير ما يصلوا شيء من خير ربنا. كتر خيرك كتر خيرك يا سيدنا. وفينها أم الوالد؟ راكبة فوق كأنها ماتت. ولية الملاف السعد يا تور. أبوي أمان عليك أم الوالد يتجاجي قحترني قدامه يعني جابوه برضك. يا تور وش كل شاتومة يا هاني؟ ده في شاتومة محبة وغلاوي وبكرة لما يجي ولدك هتحسي بيها دي. طب ماشي اتفضل يا جمعة بيه. لا على راسي يا ابوي اتفضل. لا قدامي يا جمعة بيه. لا والله يا ابني اتفضل. انت هنا يا ابو الجاسم؟ لا مش هنا يا نجاة. وانت لو دايرة بالك من رجلك وبيتك كنت عرفتي. بجد ده؟ انا برضك ما دايراش بالي على بيتي ورجلي. ايوه يا نجاة. عمالة تحنجلي مع واد جانا على قرعة عايمة محدش عارف هيحل عن سمانة ميتة. طب ما انا قلت لك يا ابو الجاسم سيدنا هو اللي قال. وانا اللي بقول لك يا نجاة هم للواد لبخيتي. حاضر يا ابو الجاسم حاضر. امرك سيف على رقبتي يا خيي. ابو الجاسم. ايوه ابو الجاسم. عارف هتقولي ايه. طب هقولي حضر لك الوكل. طب احضرهولك. لا ما واكلش. بجد ده؟ يعني مش هتاكل من يدي؟ ده انا عامله لك الوكل اللي بتحبه. الطبيخ الاحمر. الاحمر والازرق. ما واكلش. بجد ده؟ طب انا كمان ما واكلاش. وهقعد بالجوع. انت جعانه صح؟ موت يا ابو القاسم. الشر عليك من الموت. روحي حضري لنا الوكل خلينا ناكلوا لقمه سوا. بس قسما عظما يا نجاة لو هملتيني تاني ان شاء الله يا ربي لاقوني واقعه في طحونه ملقي. ها ما لقيتش غير طحونه ملقي. ايوه كده النبي تبسم. حالا الوكل هيكون جاهز وهجيب لك الطبيخ الاحمر. بعد وفاة أمي عرفت أن الحياة لن تسير بي كما كانت. في كل مرة كنت آتي فيها إلى هنا كنت أعرف أن أمي بانتظاري مع إخوتي وإنه بإمكاني رؤيتها في أي وقت. أما الآن فسواء كنت هنا أو هناك فلن أجد حضنا يحتويني مرة أخرى. يبدو أن عدالة فضلون امتدت خارج نطاق البلدة أيضاً، فقد امتدت عدالته إلى القاهرة لتأتي بابن السيدة زبيدة. كيف لرجل كهذا أن يربي طفلاً لا يعرفه بدلاً من امرأة لا يعرفها؟ أهي الخشية من الله كما قال؟
أم أنه الحب؟ وأنت يا ست زبيدة، يا ترى أين أنت الآن؟ وجا من بدري راح الأرض وهو متكدر. واه، لهو زعلان إن ربنا كرم أخوه؟ كيف ده؟ بيجابوا الجاسم أبو قلبه أبيض ما يفرحش لأخوه. بس هو برضك عندي حق، مرة واحدة يلقى أخو صغير هيجيله الواد وهو لسه ما جالوش، أكيد برضك هيحني للخلفة. أنا يابا مش بيدي ما جبلهوش الواد اللي هو نفسه فيه. كلمي يا بنتي، يمكن ربنا يهديه ويوافق. ده بيقولوا الشيخ ده سر باتع. يما أنا خابرة ما هيوافقش. وانت هتخسري حاجة يا نجات. يا صفية يا اختي، حتى لو هو وافق سيدنا ما هيوافقش. جرب يا بنتي وربنا كبير. يا رب يا أم، يا رب يوافق. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا ابو القاسم. رايح على فين؟ رايح اشجر على الارض. بدري كده؟ كانك ما نايمش يا واد. والله ما عرفش اقول لك ايه يا ابوي، كان النوم مخاصمني. اوه الجرده دي، لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، انا هاجي معاك ونفطر في الارض، هدينا زمان ما عملناهاش. حاضر يا ابوي. هذا نجوبي. اوامرك. هاتنا الفطور وحصلنا فيه على حوض القبلي. اوامرك يا سيدنا. حاضر. قلت لي الشيخ مين؟ الشيخ ابو الوفا يا ابوي. ابو الوفا؟ هيعمل ايه بسلامته دي؟ اهو يعني يا ابوي. ايه؟ مالك ساكن؟ قل لي الشيخ ابو الوفا دي هيعمل ايه يعني؟ والله يا ابوي هو رجل مبروك وخادم ضريح سيدنا المراد رضي الله عنه. وكانه يعني كانه ايه؟ ربنا موكله بقضاء حاجات الناس، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعلى كلام ربنا يا ولدي، فإني مجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو ربك يا أبو القاسم، هو الرزاق الوهاب. ونعم بالله يا ابوي. برضك ربنا قال مثنى وثلاث ورباع. السلام عليكم يا ام. وعليكم السلام يا ولد. ازيك؟ هتقعدوا ليه؟ امال عاوز ايه يا ابوي؟ كنت عاوز ناجي واديني جيت. اقعد عادي لو عايز نتحدثوا مع بعض. اطلع لمرتك الاول وبعديها لو عاوزين نقعد مع بعض نقعد حتى للصبح. ما تسيب الواد يقعد ولا يقوم براحته. ايه سيب عليك يا حنش من الحق ومنك نسيره واحده. والله يا ابوي ما عارف انت عاوز ايه دلوقتي. عايزك يا واد تطلع لمرتك، انت لساك عريس جديد، يعني ما يصحش تهملها كده طول اليوم، وبعدين ما تسمعش كلام المخبر امك دي ما وعياش لحاجه واصل. ونطلع لها ليه؟ ما تيجي هي تقعد معانا هنا. سياده يا سياده. يا واد يا واد ما تعليش حسك وانت بتنادي على مرتك. عاوز ايه؟ بقول لك يا بنت، قصدي يعني احنا كنا عايزين نتونس بيك شويه يعني ووصل بالسلامه وتقعد معانا شويه. طب تعال عاوزاك. تعال انت هنا انا اللي عاوزك. اها يلا بينا، يلا على بطرحنا. لسه بدري هنقوم ليه؟ اقعد يا ابوي، تعالي عاوز اتحدث وياك. وانا ما فاضياش اتحدد دلوقتي. وراك الديواني ياك. يا واد يا واد اطلع لمطرحك تلاقي تروحي من جبور. هملني يا ابوي، وانا كلمه ما بيسمعش ليه؟ قلت لك تاجي هنا يبقى تاجي هنا، والكلمه ما تتناقش. انت مزعج لك دي هنا، هو ايه اللي حصل ده كله؟ الا يا واد يا واد انت اتجننت يا ابن الفرطوس يا ابوي. وبعدها لك اياك استني هنا وما تمشيش غير لما اخلص كلامي. يا ديني وقفت. ها
عاوز حاجة تاني؟ اقعد هناك كيف ما قلت لك الأول. لا رايحة المطرحي. واني كلامي يسمع يا سيادة؟ بتعنديني يا بنت. واه كانك كيف ما بيقول أبوك اتجننت صح. لا انت اللي اتجننت يا بنت سيدنا، ولازم تروح لأبوك يدلوك عشان يعجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا سيد الناس، إن شاء الله يكون الوجع راح. نحمدوه على كل حال. مش قلت لك يا صبحي سيد الناس هيقوم قلقق من الأول. الله يبارك لك. اقعدوا اقعدوا كده رجالة عاوزكم. دلوقتي فتحهم أخوكم عايزين. خير يا سيد الناس. دلوقتي إحنا نزلنا نشتري بيت لواد سطوحي. غالي والطلب رخيص، أنت جيت في جمل حنفي نسيبه ويتحدث معاه في الحكاية دي. أيوه. تحدث معاها احنا فيه. هو يقدر يقول له ده انت طول مراي نفط طوال يا سيد الناس. ايوه بس رضي سطوحي ده واد غلبان صح وغلبه فجر، واللي زي ده يموت مطرح ما جابت امه. انا هتحدث معاه سيد الناس. ايوه بس انا عاوز شرط كتير وما عاوزهوش يعرف ان لازم البيت قوي. يا سيد الناس شخل اللي جيوبك بالقرشينات وكل واحد وله تمن وليه. ايوه صح. ماشي يا حنفي. قول له تمن زين. يعني كد تمن البيت مرتين ثلاثة كمان. ما العين دي قبل العين دي يا سيد الناس. ايه بس ما تحددش معايا لحالك. خد معاك الواد صبحي. حكم الواد صبحي ده واد ديب. يعرف متى يضرب ومتى يلاقي. خدامك يا سيد الناس. اتفضل. تسلم يدك. اشتغل فين يا واد منك له؟ ضربني يا ابوي. لفخني بالقلم وقال لي روحي لابوك يعجلك. عشان لقيكي من غير عقل. عندي عقل اسم وعقل وعقل اللي خلفوه. خلاص يا بنت. اللي فرحكم كانت ميتة. من اسبوع. ورجع بعد اسبوع بيتهلك. يا ابوي بقول لك ضربني. ضربني وشتمني. عشان اتعاملتي معاه كأنه غفير عند اللي خلفوكي. انت فكراني مش خبرك اياك. جاي علي يا ابوي وبتحميله. لانه الواد شريك. وعد ابوكي والتزم بوعده. يعني بيقول وبيعمل اللي بيقوله عشانه راجل. لانك انت بنت رجاله فما حيلدش علينا الكلام ده. يعني ايه؟ يعني هتعاودي معاي دلوك بيت جوزك. واه هروح له بعد ما ضربني؟ عشان قلتي ادبك عليه. ولما جوزك عيط عليكي ويقول لك تنزلي تقعدي معاه وما قاله يبقى تعملي اللي يقول لك عليه، مش تعملي اللي يخليه يقول لك عاودي لبيت ابوك عشان يعجلك. شايفاها زينه في حقك دي؟ يا ابوي بلا ابوي بلا اخوي. همي معايا يا بنت. بقية في حياتك يا فندي، ربنا يجعلها آخر الأحزان. والله لو نعرف وبكانك في مصر كنا ادلينا حداك. عارف يا سطوحي القلوب عند بعضها. أنت ما تعرفش معزتك عندينا كيف، ده أنت زي أخونا تمام والمجامات برضو محفوظة. مجامات يا راجل؟ استغفر الله ما تقولش كده. يعني أنا بتشرف إن أنا موجود معاك وبتشرف إن أنا بشتغل في النجعة ده، يعني ربنا يديم المعروف. آمين. شد حيلك يا فندي. بقية في حياتك يا فندي، ربنا ما يسوقش في غالي. شكرا يا سعفان، البقاء لله وحده. شكرا. بقاء لله. البقية في حياتك يا فندي وربنا يصبرك. بقاء لله يا عم احمد. شكرا، سعيكم مشكور. ولو انها متأخر يا فندي انما هنقول ايه؟ الدوام لله. وزي ما قال سطوحي لو كنا نعرف ومطرحك كنا دلينا مصر وقمنا بالواجب. كلكم واجب يا عم عبد المنعم. وبعدين لما جيت النجع هنا يعني ابو العيله راح قايم بالواجب وزياده على طول. ما تقولش كده يا راجل، تبقيت منينا خلاص. ربنا يصبرك عبد الرب افندي. اصل الام دي اغلى حاجه في الدنيا. سعيكم مشكور يا رجاله. شكرا. قوم معايا ولا نطفي النار قبل ما تولع اكتر من كده. روح لحالك يا سعليان، لا بعدين سيدنا لا فيها بعصايته ولا جمعه يدهسه. ما ده اللي قلت اقول لكم عليه يا قدري. جراي يا ابوي، ما كل حاجه كانت قدام عليك، ولا كنت عايز الكتله اللي معلق حسها علي. وبعدين يا عمده عاوز اسكت عليها اياك لما تركب وتدلدل رجليها؟ لازم يقدمها. ركب عليك يا عفريت ما يطلعش منك واصل. يا واد امك دي قص المصايب ما تسمعش كلامها، دي عايزه تخربها وتقعد على تلها. تعال معايا يا ولدي، تعال معايا. استهدى بالله. اها لحسن هتبقى وقعتك مطينه بطين. يا ابوي بالله عليك اللي عندي قلته خلاص، ما رايحش يعني ما رايحش. يا عمده يا عمده سيدنا جاي حضرة العمده. استرها يا رب استرها يا ستار، ده ولد اللي حيلتي. اهلا يا سيدنا. يا مرحب يا مرحب، نورت يا سيدنا. السلام عليكم يا عمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زين انك هنا يا عاب. هات مرتك تعالى وراي. و...
جاي تاني ليه هنا ما حيحصلش. انت مالكيش غير بيت جوزك، يحصل بيناتكم مهما حصل ما يطلعش برا الباب ده. وعيا بنت بتقول عليه امشي يا ابوي. تعالى يا عم. أوامرك يا عمي، والله جايتك دي على راسي من فوق، بس أنا انت حيلة أمك وأبوك. أنت رفعت يدك على بنتي وشتمتها وزعطتها برا البيت. خبر يا عابد، لو حصل ده تاني أمك وأبوك ما هيبقاش حيلتهم حد. يعني لو رفعت يدك على بنتي تاني أنا هقطع حالك. واعي يا ولدي؟ أيوه. طب ربنا يهدي سركم وبعد عنكم الشيطان. قلت يا بنت يا سيادة، رجلك ما تخطيش الباب ده إلا بإذن جوزك. اسمعي كلامه وطيعيه. وعي يا بنت. وعي يا أبوي. زين، الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم، اتفضل. سيدنا ما حيرضاش أي بحكاية الحجاب دي. أنا عارف هو بيفكر كيف. ده موته وسمه لو حد حدته في شغل الدجل ده. دجل بردك يا مجاويش؟ آه دجل. أنت هتعوم على عم سيدني؟ لا بعوم ولا بجيب يا ستي، بس ما عاوزينش نكبر الموضوع. أنت بس ادعي لبتك ربنا يفك عقدته. أديك قلت يفك عقدته. البت لازما ما أعمل لها عمل. ما البلد كلها بصلها في الجوازة اللي اتجوزتها. ياما الحكاية دي قادلها كتير. ما لو البت ما أعمل لها عمل يبقى لازم نفكوه، ولا تقعدك دي من غير العيل ولا تيل. بقول لك ايه، العمل عمل ربنا، ولو بنتك ربنا يدلها الخلفه هتخلف، ولو معمول لها 100 عمل. احنا نقعد طول اليوم نرط في الحكاوه دي. قومي يا بنت، قومي يا بنت اعملي لي كوبايه شاي قاعده بيها مزاجي اللي خربطته لي امك. انا يا ابوي بيجي جديه يا مجاويش. وابو جديه كمان. بس الحاج يا ابوي هي مزودها صح. هتقول لي على سياجه؟ أعوذ بالله، دي راسها ناشفة. كان ندى لدد عليك يا ابوي. أنا عاوز أمي، أنا عاوز أمي. ما شايفناش اللي اتحدثوا، كأنك اتجننت يا بخيتة. استنى يا أبو القاسم، استنى. إيه يا بخيتة؟ أنا غلطت معاه يا سيدني، من ساعة ما صحي النهاردة وهو على صرخة واحدة، وخدت وشه وطلع جري، عاوز يروح لأمه. أنا ماليش دعوة، أنا عايز أروح لأمي. ترى إيه يا واد؟ أنا مش قلت لك كلها يمين؟ هو اليمين دول ما بيخلصوش، أنا زهقت منك بقى. طب معلاش معلاش، روح دلوك مع عمتك بخيتي وحنتحدثوا بعدين. تعالى يا حبيبي. يلا يا واد انقلب. ترى إيه يا أبو القاسم؟ مش عوايدك تبقى متعصب كده يا ولدي؟ يا أبوي عيل جلع وماسخ وعامل خربطة في الدماغ. ده عيل صغير يا أبو القاسم، ربنا يرزقك يا ولدي تجيني ومعاك عيل زيه. ما علينا، خلينا في موضوعنا دلوك. عملت ايه في موضوع العزومة؟ هو تفاجأ وقال لي زين ان ابوك افتكرنا. والله الحق معاه، دي غلطتي، نسيناهم قديلنا زمان الناس دول. بس الحق يا ابوي هو كان فرحان قوي وقال انه هيتشرف ويجينا. زين، بعد حرق الشونه وضرب اخوك لازم نحل هالمشكله دي من جذورها. هو في حاجه جديده يا ابوي؟ هي جديده ومش جديده. الكلب اللي ضرب اخوك ما هوبش بعديها حدا الجبل. امال هرب على فين؟ هرب نواحي نجا نجاتي. ايوه يا ابوي، بس ولد منصور كلهم في السجن، ما بقيش غير الواد همام. وديك قلتها، واد همام. يبقى لو على كده يا ابوي لازم نموت. وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. كانك عارف يا سطوحي معزتك عندي، وعارف اني بديلك الخير عن مرتي وعيالي، ولساك واعي ان انت الوحيد في النجع كله اللي اشتريت منه القصب وبسعر اعلى من الكل يا راجل. عاوز تقول ايه يا جوز اختي من غير دحلب علي؟ جوز اختك عاوز لك الخير، الاقربون اولى بالمعروف. واه، ما تفهمونا يا اخوانا ايه العباره؟ بقى احنا عايزين نعمل شؤون جديده في وسط البلد،
على بركة الله، وانا صالحي ايه انا بالموضوع ده؟ ما احنا ملاقيينش مطرح احسن من مطرح بيتك نهده ونعمل فيه الشونة الجديدة. تهد البيت؟ جاك عيار لما يملخ كانك جنيت اياه. هود يا سطوح. ايه يا سطوحي؟ اقعد بس اقعد افهمك. اقعد يا راجل. اقعد. عفر خد عفر. صبحي قصده يقول لك بيتك افرح بيت عبد التواب الله يرحمه. الله يرحمه. عشان جديه سيدك جمعه استرجع لسابك. وهيدفع لك في بيتك تمن ما تحلمش بيه لا دنيا ولا اخره. ايوه. طب وهروح فين انا وام دلوى؟ التمن اللي هتاخده ممكن تشتري بيه اشداها بيت في النجع كله. هندفعه لك 100 جنيه. يعني لو عشت طول عمرك تزرع وتجلع ما هتحصلش نص الفلوس دي. يا واد الحلال عقلك في راسك تعرف خلاصك. قلت ايه؟ فكر زين يا اخويا، وبرضك انت اولى من الغريب. ده انت خلي العيال يا راجل. هشور امي واخواتي الاول. اشرب شايك يا معلم سطوحي وتوكل على الله. عرفت هتقول ايه يا فتوح؟ عرفت يا فندي. تروح بكره من بدري. واه بكره بكره يا عمي. ايوه فتوح، ومن نجمه كمان قبل وصلنا كلنا. قول لي يا عمده، هو همام هيجيب لي غفير امتى؟ جاك الطيب كانك جاي على السيره. غفير يا عمي. السلام عليكم يا جناب العمده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لك امام؟ قال لي بس يعني. يعني ايه ومعنيش ايه؟ المخزن مسؤوليتك والافوكاتو يوعيك. كلام العمده صح، واذا كان مش عاجبك كده ولا كده دي مسؤوليتك قدام الحكومه، وعلى راي المثل ان جالك الغصب اعمله بجميله. والجميل على راسنا واحنا زين من يقدر. وايه المطلوب مني يا جناب العمده؟ تعترف ان الاثار تخصك وان الحاج عماره واخوه مالهمش دعوه باي حاجه. في حاجه دي؟ طب وهريت يا عمي. مليك الصالح انت همام. وهنروح ميتة يا جناب العمده. بكره الصبح في العرض على النيابه. لحظه واحده يا سيدنا. ايه يا ابو علي؟ هي امي هتيجي امتى؟ انا جاي لك كلها يومين ثلاثه ان شاء الله. انا زهقت منك ومن اليومين بتوعك اللي ما بيخلصوش دول. هيا تستنى 100 سنه لحد ما تيجي تلاقينا عجوز زيك. بو انا عجوز واد. انا حاطط خبرك. واه ده انا بندل. هيا جمعه. يلا يلا. على مالك عليها يا واد؟ يعني حشيلها من الارض يا ابوي. تعالي يا حلاوتهم تعالي. حاضر. اقعدي شاري. مبروك مجالك يا اخوي. الله يبارك فيك يا اخوي. مبروك يا حلاوتهم، تجوا منا بالسلامه ان شاء الله. ربنا يرزقك زيه يا نجات. يا حسنين، في حاجه بدي. حاجه ايه دي؟ في ضيف عاوزك قبلك. ضيفه؟ خليها تخش. خش يا ست. تتمسى بالخير يا سي فضلون. اسمع وشوف العجب. اسمع وشوف العجب والجميع مكان.
جرة